ثلاثة يعني ثلاث بطولات هذا الموسم في يعني دولاب بطولات النادي الأهلي، دوري وكأس والبطولة الشاطئية. بشكر طبعا رجال كرة الماء في النادي الأهلي، وربنا يا رب يكتر أفراحنا. بس حقيقة عمر، أنت يا عمر قول لي بقى، عشان أنت اتقطعت في الهواء. أنا عايز أشكر والدتي، أيوة، أشكر أخويا، وأشكر خطيبتي. لا يعني متكي على خطيبتك كمان كويس. خطيبتي ايوه، الله ينور عليك. تمام. طب كنت عايز برضه بص يا ايوه ليه بقى والدك انت قلت لي ايوه هو اللي خلاني مجنون اهلي من الصغر خالص، هو ما شاء الله بياخدني الاستاد وكل حاجه. حلو من الصغر يعني. حلو من الصغر. تمام. من هنا حاج فؤاد، اشكرك شكر ايه جزيل. انا فكت اسمك واهلي فكت كابتن سيب بقى ختامها مش لا انا عايز انت بقى تدينا كلمه في الاخر. عايز بالظبط الناس دي والفرقه، رايت الفرقه اللي مش موجوده بره الووتر بول، وكلهم عندهم تحديات رهيبه كانت السنه دي. احنا بدانا الموسم كان صعب جدا باللي حصل، وكل عندنا بقى اللي بيتجوز واللي بيمتحن واللي بيشتغل وكل ده بيعمل ثلاث حاجات مع بعض، ياخد خلع وحادثه عربيه في العالمين. ثم كلهم كانوا رجاله وقد المسؤوليه بصراحه، فبنشكرهم كل الشكر ليهم. حد عايز يقول حاجه؟ انا بشكرك وبشكر كل الفرقه، وبشكر الجهاز الفني، وبشكر امي وابويا ومراتي طبعا. ايوه وحضرنا في رمضان، نتمنى ان احنا يعني كل سنه نكون معاك. يلا مبروك يا شباب. يلا عمر هات التورته. يلا انت بقى هتقطع. كابتن سيف تعالوا كلنا ايد واحده. ومازن يلا كلنا مع بعض. كلنا كابتن سيف حط ايدك معانا كلنا. يلا انتوا الابطال. الف مليون مبروك. الفوز والمكسب حاجه جميله، ويا رب يكتر يعني بصراحه بطولاتنا. والواحد انا مش عايز اقول لكم انا سعادتي قد ايه الضغط العصبي اللي بشوفه في الماتشات والتشجيع والاستوديو ده كله بيبقى قاعد بيشجع كل فرقنا. دي احلى لحظه لينا بتبقى موجوده لما بحتفل مع ابطالنا ونجومنا. بشكركم شكرا جزيلا، نورتوني وشرفتوني ابطال النادي الاهلي وابطال مصر في ووتر بولو. بشكر اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه، وان شاء الله تكريمات كتيره جايه انتظرونا. بشكر حضراتكم على حسن المتابعه.